Hello, my dear student, grade 5. Today we will start in our new lesson. هنبتدي النهاردة إن شاء الله في unit 2. unit 2 عندنا بيتكلم عن الـ equation. هناخد النهاردة lesson 1 التايتل بتاعه mathematical expression. عايزين نعرف يعني إيه mathematical expression. تعالوا نشوف كده الفيديو ده مع بعض. mathematical expression lesson 1 عندنا بيتكلم عن mathematical expression. mathematical expression اللي هي التعبيرات الرياضية. عندنا 2 types من mathematical expression. Number 1 the numerical expression. Number 2 the symbolic expression. ايه هي numerical expression؟ اللي هي our mathematical statement counting numbers and operation. بنعبر عنها في الرياضة بنumbers و operation، عبارة عن أرقام وعمليات. Example زي ايه مثلا؟ عندنا مثلا 7 plus 13. example تاني 3 times 7 او ممكن نقول 27 minus 10. دي كده numerical expression. طب symbolic expression اللي هو mathematical statement counting number symbols and operation، يعني عبارة عن بنعبر عنها في الرياضة بالnumber والsymbol والoperation. example زي ايه؟ زي مثلا x plus 5 او 9 minus y او ممكن نقول L divided 3. يبقى احنا كده قلنا numerical expression عبارة عن number و operation. symbolic expression عبارة عن numbers و symbol و operation. بعد ما عرفنا يعني ايه mathematical expression، ايه هي الوردس اللي هتساعدنا في mathematical expression؟ the means of some words used in mathematical expression. تعالوا نشوف ايه هي الوردس اللي هتساعدنا في mathematical expression. the means of some words used in mathematical expression. ايه هي الوردس اللي لما نشوفها نعرف ايه الاوبريشن اللي هنستخدمها. عندنا اول حاجة add او plus او sum او increased by او more than. لما نشوف واحدة من دول يبقى احنا الاوبريشن اللي هنستخدمها اللي هي plus. طب لما نشوف subtract او minus او difference او decreased by او less than يبقى هنستخدم minus. طب لما نشوف multiply او times او product دول معناهم ان احنا هنستخدم multiply. طب divided by او quotient يبقى هنستخدم divided. بعد ما عرفنا يعني ايه mathematical expression وشوفنا الوردز اللي هي تساعدنا في mathematical expression، تعالوا نشوف مع بعض شوية exercise. خلاص عرفنا ايه هي الوردز اللي بتساعدنا في mathematical expression. تعالوا نشوف الوردز اللي هتساعدنا في mathematical expression. نشوف مع بعض شوية example. هو هنا مديني شوية sentence وعايزنا نحولهم لmathematical expression. نمبر 1 بيقول لي 5 مور ذان نمبر اكس. قلنا لما نلاقي مور ذان معناها يعني ايه؟ معناها بلس. وهو بيقول لي 5 مور ذان اكس بنقول اكس بلس 5. طيب نمبر 2 بيقول لي 3 ليس ذان ذا نمبر 1. يبقى احنا قلنا ليس ذان هنعمل ايه؟ هنقول ماينس. طب هو قال لي مين اللي ليس ذان؟ 3 ليس ذان واي، يبقى الواي هي الكبيره بنقول واي ماينس 3. نمبر 3 بيقول لي 4 تايمز ا نمبر زد. قلنا تايمز يعني ملتيبلاي، يبقى هنقول 4 تايمز زد اللي هي ممكن نكتبها على طول 4 زد. نمبر 4 بيقول لي توايس اوف ا نمبر ان. يعني ايه توايس؟ قلنا توايس يعني ضعف، يعني نقول ان نقول 2 وقال لي توايس اوف ا نمبر ان يبقى 2 ان. طب نمبر 5 بيقول لي 6 less than half a number x. قلنا less than يعني minus، يعني نحط minus الأول. 6 less than half a number x يبقى مين الكبير؟ 6 ولا ال half a number x؟ ال half a number x بنكتب half x. بعد كده minus وقال لي 6. تعالوا نشوف شوية exercise مع بعض تاني. ودلوقتي تعالوا نلعب مع بعض. يلا نلعب مع بعض. نختار نمبر مثلا لو نمبر 5 زد ديفايدد 2 هنقولها زد بلس 7 ولا زد تايمز 7 ولا ز كوشن اوف زد باي 7. هنقول ز كوشن اوف زد باي 7. نمبر 2 بيقول لي ادنج 8 تو دبل اوف ذا نمبرز واي. يبقى هنقول هنجيب الاول دبل of the number y يبقى 2y plus 8. adding قلنا يعني plus يبقى 2y plus 8.
شوف نمبر 1 s minus 3 هنقولها s plus 3 ولا s minus 3 ولا s times 3 هنقول s minus 3 نمبر 3 بيقول لي 5 subtract from the numbers x is هو بيقول لي from يبقى نقول الكبير مين اللي هي ال x يبقى x minus 5 نمبر 4 الشكل اللي قدامنا ده ايه x plus 4 ولا x minus 4 ولا x times 4 x plus 4 نمبر 6 بيقول لي سوزان saved x l e her father gave her 10 l e then she will have هنقول x plus 10 ولا x minus 10 ولا 10 minus x ولا 10 x احنا عايزين نعرف هي معاها كام كله يبقى x plus 10 نمبر 7 بيقول لي twice the difference between the number y and 3 يبقى الاول هنجيب difference between y and 3 اللي هي y minus 3 بعد كده عايز twice بتاعهم يبقى 2y minus 3 2 بره وهنفتح قوسين ونفتح 2 براكتس ونحط ما بينهم y minus 3